الشبيبة التي ستواجه مولودية الجزائر في نهائي كأس الجزائر، لكن الشبيبة كانت في مباراة قوية أمام أمل الأربعاء الذي دشن عودته إلى ملعب الشهيد إسماعيل مخلوف، وحضر عن التلفزيون الجزائري الزميل رفيق تودافت. في مباراة تاريخية جميلة وممتعة، لأول مرة يلعب فيها أمل الأربعاء على أرضية ميدانه الشهيد إسماعيل مخلوف في الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، وبعد موسمين من الانتظار جمعته بفريق شبيبة القبائل، فكانت مسرحا لكثير الأهداف المتتالية. الشوط الأول أمل الأربعاء مارس كل ضغوطاته من أجل التقدم بالنتيجة، هذا ما عكسته الدقيقة الخامسة بعد عمل جيد من عامري معلنا الهدف الأول. الرد من الشبيبة لم يأتي وسمح للأمل باللعب طوال فترة الشوط فوق حماه، لتأتي الدقيقة 17 بثاني الأهداف بعد ركنية عامري ومقداد يمضي بكل ثقة وسط فرحة عارمة للأنصار. الوقت يمر والشبيبة محاولتها جاءت محتشمة وسمحت بذلك باتساع الفارق عندما سجل بوغر والهدف الثالث بعد تمريرة نمديل في الدقيقة 25. الرد من الشبيبة لم يأتي بنتيجة بمحاولة عبود الذي ضيع وجها لوجه، وكذلك كان الحال للمخالفة التي ردتها الزاوية مانعة تقليص النتيجة، لينتهي الشوط بتفوق الزرقاء بثلاث أهداف لصفر. المرحلة الثانية كانت أحسن من سابقتها بالنسبة للشبيبة التي عادت بقوة لرد ماء الوجه، والبداية بمحاولة عبود إلى إيفوسي الذي كان في المكان المناسب مقلصا النتيجة في الدقيقة 60. هذا وحملت الدقيقة 67 هدفا ثانيا للشبيبة أمضاه اللاعب مكاوي باعثا أمل التعديل للشبيبة لولا هدف البديل لازاريف بعد تنفيذ عامري للخطأ في الدقيقة 72. الشبيبة لم تسلم أمرها ووصلت اللعب والمحاولة، وجاء هدفها الثالث في الوقت بدل الضائع دائما من المتألق إيفوسي. 4 أهداف مقابل 3 لصالح أمل الأربعاء بفوز تاريخي أمام الشبيبة التي تنتظرها مباراة السيدة الكأس النهائية.